300 ديالك 300 سميتي كيفاش تهضري بشي ديال الماكله ما شنو المشكل ديالك المشكل المشكل كيفاش كيضربها كيفاش كيعنفني راجلي ما خليت شي جمعيه كيفاش كيعنفك عاودي لنا كيفاش كيضربني نعشت في السبيطار ضربني دار ليا اليدي شحال كنداوي ملي باش ضربك ضربني بالكراطه هز اليد ديال الكراطه اللي عطاني فين ضربك ضربني بيديا وضربني بظهري ولكن شنو السبب تاعك كيف سد هذا الراجل وما بغاش يعطيني حتى شي حاجه في الدار باش نطيب لولادي ما كيجيب ليا كاع شي حاجه للدار كيف سد باش عرفت كيف سد تشد في هذاك تشد في الحبس الشاهد ديالي هو المخزن شد من جامع الفنا شد من جامع الفنا ولكن علاش شدوا شنو السبب شدوا على ما عرفت انا واش شدوا مع شي وحده ولا الله اعلم انا ما بغاش يوري لي داك الشيء خوه خو خبى عليا داك الشيء يعني شدوا ودوز الحبس اي دوز الحبس على الفساد على حساب الفساد هي على حساب الفساد صافي صبرت على ولادي انا عندي 5 الاولاد صبرت عليهم تعيت ما كيجيب لي حتى شي حاجه الا قلت ليه نخرج نخدم حنا وحيده المره كي قلت ليه نخرج نخدم قال لي الا خرجتي غادي نقطع عليك رجلك ونشرب من دمك صافي تعيت وجيت من تم لاكادير يعني كيخليك واش ما كيجيش كاع للدار يعني كيقعد الدار نصاصات الليل ما كيجي حتى ثلاثه وما كتعرفيش فين يمشي لا الا قلت ليه كيقول لي ماشي سوقك شحال علاش هاد الراجل يعني تبدلو بقاش نفسه والله اعلم كتعطى المخدرات والفساد والدار ما كيجيب ليا والو باش ياكلوا الدراري الدراري كيقول لهم خرجوا للقهوه نتلاقاو معاكم كيشري لهم داك النص كياكلوا في برا البنات لا البنات قاعدين معايا يعني كيخليكم بالجوع هي كيخلينا بالجوع وانا ما عندي حتى شي عائله من تم ما عندي حتى شي واحد نمشي عنده كنكرفصاو كشحال من عام تقريبا انا نقول لك 11 عام 11 عام وانا صابره هو من الجبل وجينا لتم الفيلاج وباع واحد القطعه ديال الارض ديالهم وجا بغى يبني انا اللي عاونته انا الخدام ديالو عمره ما جا الخدام للدار شنو سمعتي اللي انا اللي كنهز كل شيء داك البريك كنهز البريك كنهز اي حاجه كنطلعو كتهزي البريك ايه كنطلعو كل شيء ودار فيك خدامه دار فيا خدامه كان طيب ونهز حتى بنيت داك الدار بنيت فيه جوج طاج بنيت لتحت وبنيت لفوق بوحدك هي بوحدي هو كيكون المعلم وانا خدام عمرو ما جاتي خدام حتى نهار الضلا اللي كيكون الخدام كلشي داكشي عليا في الاخر يعني في الاخر ملي بغا يتخلى الضو انا اللي بعت النقره ديالتي اللي عطاني هي با بعتو باش ندخل الضو كامل هادشي كامل داكشي والو كيعنتني هذا الراجل تاعي كنقول لي الا تقادت البوطه كنقول لي عمر البوطه قال لي سير تيديرها لك المخزن النهار يديرها لك المخزن انا اللي غنعمرو لك بعض المرات كتعمري عمها بعض المرات خوه بعض المرات كنبقاها خوه والو تقول كانت قدمت خواتاتو قدمت خوه خو الكبير قلت له الله يرحم لك الوالدين قلت له سد الصاير ديالنا من عنده اللي جبتي ليا انا رضيت به ما بغى قال لي انا ما غاديش نعطي قال لي بغات تقعد تقعد شحال ديال الوليات عندك معاها اه شحال ديال الوليات خمسه خمسه يعني خمسه اي خمسه ثلاثه ديال الاولاد وجوج البنات وجيت لهنا لاكادير وتزوجت واحد البنت بقات عندي وحده عزبه وثلاثة الدراري جا تحولت من اكادير حدا بالفاع يعني هربت من داك اي هربت من تم سكنت من تم قاعد داك الشيء اللي قاعد كيجي ساكن في واحد الدار وكيتابعني دائما اش كيتبعك الله اعلم شنو كيشك فيك الله اعلم انا ما عرفت ودابا حاليا كيعيشها عيشه لا اله الا الله خدامه في الفيرما كنقسم اللي جاب الله ونفرقوا مع ولادي شنو كطلبي دابا شنو كطلبي كنطلب الله يرحم ليكم الوالدين تجمعوا لي مع ولادي مع من اللي حكم ليه القانون حكم ليه واحد المره ونسكتو ما طلع ليا والو واش هو المحامي انا داك الساعه ما شديت المحامي ملي كندور مع العيالات اللي خدمت معاهم تجمعوا لي شويه شديت واحد المحامي ملي شديت المحامي هو دوك يطلع داك الشيء ما كان عندي الفلوس باش نبلغ
ما كيكونش عندي النفقة. على حسب النفقة. ما شديت والو. أربع خمس سنين هذا ولا ست سنين. أنا هبط ونطلع والو. اليوم هذا ما كان والو. والدار كتبها لخوه قال لي باش ما تديها هي ولادها. قاعد داك الشيء اللي قاعد واحد الولد خرجها ليا من المدرسة ودا خلاها تتم في نواحية مراكش ورجع هو هنا. والدري عنده غير 15 عام داك الشيء اللي بقى فيا داك الولد عنده 15 عام. واش حيد لك حتى الولد؟ اي حيد لي هذاك الاول هذاك الصغير اللي حيد لي الوسطاني داه الدري غادي تعطى المخدرات غادي تعطى اي حاجة ما كاينش مو ما كاين اللي يراقبو واخا خدمت انا كنراقبوه كنراقبوه والليل الا ما دخلك كندير ضروري ندخلوه راه كويت عليهم كاع داكشي اللي قعدت درت الاخر درت ليه التكوين تا تكون وجد الدبلوم ديالو وجداه وفقيت انا دروك جا قال لك يدي الاخر يدي داك الصغير كيقرا في الثالث الله يرحم لكم الوالدين الله يجازيكم بخير قولي الرقم ديالك اللي بغيت تعاون ما كان نقول لك وعاودي ياك 06 22 73 35 96 06 22 73 35 96 الله يرحم لكم الوالدين اللي شاف ليا وجه ديال الله يعاونني باش نجمع غير هاد الولاد يشد ليا حقي من هاد السيد تقرب سمعه 24 عام تقريبا هادي الله يجزيكم بخير انا مات لي با ما عندي اللي يصرف عليا ما عندي اللي يعاونني الله يرحم لكم الوالدين